ستدفن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية غدا الاثنين في الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش في كنيسة سان جورج في قصر وينتسور. تقام الجنازة الرسمية في كاتدرائية ويستمنستر بحضور أكثر من 2000 مدعو، بينهم مئات من قادة الدول الأجانب وأفراد من العائلات الملكية. بعد مراسم الجنازة سينقل النعش على العربة في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى قوس ويلينغتون الواقع في هايد بارك كورنر. عند الوصول إلى وينتسور سينقل النعش إلى كنيسة سان جورج مروراً بلونغ ووك المؤدي إلى قصر وينتسور. تقام الصلاة عند الساعة 3:00 بتوقيت غرينتش في الكنيسة بحضور أكثر من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات.